هذا اليوم بملا سنة رمل بتطوان. أنصار المغرب التطواني بالآلاف حجوا لمساندة ودعم فريقهم في هذه المقابلة التي تختزل مجهود سنتين بكاملها. جمهور المغرب التطواني يضرب بالمثل في الدعم والمساندة وكذلك التصرف الرياضي النزيه. كل فئة عمرية كانت حاضرة في هذه المقابلة لإعطاء الشحنة السيكولوجية اللازمة للاعبين. مبكرا وفي الدقيقة 15 مثلث التطواني رائع يختتم عبد المولى الهردومي والهستيريا تعم مدرجات ملعب سنة الرمل بتطوان عقب تسجيل لهذا الهدف. إذا المغرب التطواني بعد مرور 15 دقيقة متقدم بهدف لصفر. طموحات التطوانيين لم تقف عند هذه الحدود، ففي الدقيقة 31 نفس اللاعب ينسل من الرقابة يرسل كرة جميلة داخل مرمى فريق النهضة الرياضية البركانية. هدف لصفر هي نتيجة الجولة الأولى من هذه المقابلة. التطوانيون خاضوا هذه المقابلة بمعنوية عالية فيما كانوا يتتبعون كل كبيرة وصغيرة في مباراة ملعب المسيرة بأسفي بين أولمبيك أسفي والرجاء البيضاوي. وعلى بعد 10 دقائق من نهاية المقابلة اللاعب أخميس يقلص الفارق لفائدة الفريق البرتغالي. الدقائق الأخيرة من هذه المقابلة حبست الأنفاس. الحكم القزاز يعلن عن نهاية المقابلة والهستيريا تعم كل أرجاء ليس فقط ملعب سنة الرمل بتطوان بل مدينة تطوان بأكملها. انتهى كل شيء وحسم أمر اللقب وفرحة عارمة بعد هذا التتويج الثاني في المسيرة الرياضية لفريق المغرب التطواني العريق. إذا تطوان تفوز بلقب الدرع الوطني والتطوانيون يتغنون بهذا الإنجاز. عيونهم ترصد المونديال لطو كأس العالم القادمة للأندية. فرحة كبيرة بين اللاعبين والأنصار. صعود لاعبين لمنصة التتويج بحضور العديد من أعضاء جمع الملكي المغربي لكرة القدم. فرحة مستحقة، هنيئة للمغرب التطواني بهذا الإنجاز وبهذا الفوز، لقب ثاني في المسيرة الرياضية لهذا الفريق العريق. إذا تطوان من الآن ترصد كأس العالم القادمة للأندية التي تحظى بلادنا بشرف تنظيمها للمرة الثانية على التوالي. إذا فرحة عارمة، فرحة كبيرة عندنا لأن الجمهور ديالنا جاء أصدرنا رغم الهزيمة ديال 5-0. أنتم شفتوا الجمهور ديالنا جا معنا وشجعنا بالفضل ديالو باش حققنا اليوم هذا الفوز. أول شيء الحمد لله، الحمد لله على التتويج هذا اللي جا داروا استحقاق. إن شاء الله كنتمنوا أننا نحققوا إنجاز إن شاء الله أكثر ما حققت الرجاء البيضاوي ونمثلوا المغرب أحسن تمثيل إن شاء الله. بعد موسم شاق ومثير التطوانيون يصعدون لمنصة التتويج. عيونهم الآن ترصد بطولة العالم القادمة للأندية. فهنيئا للحمامة البيضاء التي حلقت عاليا في سماء كرة القدم المغربية هذه السنة. هنيئا